السلام عليكم الناس، مرحبا بكم اليوم ان شاء الله في فيديو جديد. اليوم كي تشوفوا ما كاينه لا وصفه لا والو، البنات كاين الريكلام كي تيبان لكم. غادي نوريكم البنات هكا بعض المستلزمات الحلويات اللي حديت جداد، وشي حاجه اللي طلبتهم نتوما مني هكا في التعليق تحطوهم لي، ما عرفتوش منين تيتشراو او لا بشحال. المهم غادي نوريكم، وغادي نوريكم حتى الاثمنه. بالنسبه لاول حاجه البنات غادي نوريكم هذا الملون، هذا كي تشوفوا هذا تاع الشوكولاته البنات، خاص بالشوكولاته. كاينين بزاف تاع البنات اللي جاوني تساؤلات في فيديوهات، واش الشوكولاته باش تتلوني، واش بالملون العادي بودر اولا هذاك الجاري. لا البنات، راه كاين ليه ملون خاص، هو هذا راه تيتبع. خديت منه انا 10 دراهم من الوحده، خديت هذا في الزرق، وخديت الصفر، وخديت الموف والحمر. هذا هو باش يتلون الشوكولاط. انا خديت كي قلت لكم 10 دراهم، راه تيتباع بالعبار. غادي نوريكم منين شريت هذا الشيء البنات. بالنسبه للبنات اللي في مراكش، راه خديتو من رياض الزيتون. ان شاء الله هكا الا بغيتو نجي لكم مع فيديو، غادي نشوف الا بغات، ولا خليتو لي في التعليق ان شاء الله غادي نشوف معاهم نجي لكم فيديو تقول لكم هي الاثمنه باش تتبين. خديت هاد لي غوما البنات، هادي تاع البيستاج، وروح لي مره دايرين 5 دراهم، هادو معروفين 5 دراهم. هاد القطعات البنات حتى هما جيتهم، باقي ما صورت لكم شبيهم، كنت صورت لكم بوحدين اخرين صابلين تاع الزياده، وهادو باقي ما صورتش لكم بهم الصراحه. هادو راه دايرين البنات 25 درهم باش بعتهم ليا. شفتهم زوينين، فيهم هاد الكسيوا، فيهم الصبيبات، وفيهم هاد الطريبيش هذا والسويك. ان شاء الله غادي نخدموا بهم كي قلت لكم. غير باقي ما خدمتش عجين الشوكولات، غادي نخدموا معكم. كنت حطيت لكم واحد بلا جيلاتين، ولكن غادي نحط لكم واحد بالجيلاتين لهاد الصاد هذا، وغادي نوريكم البنات هكا كي تخدموا بهاد القطعات هادو. هنايا البنات خديت هاد الشوكولاته هذا اللي داير بحال النجاره، هانتوما ممكن نزينو به لي طارت نتاعنا، اولا تزينو به حتى الحلويات دابا تاع لي صابلي، حتى هما ولاو تيزينو به تيجي في التزيين زوين. هانتوما كاين الابيض، خديت الغوز الابيض، وخديت هذا في في في, في البيج. هانتوما داير بحال النجاره، وفيه الريحه نتاع الكراميل. هانتوما هذا البنات خديتو ب 5 دراهم الوحده، حتى هو 5 دراهم هاد الباكيات. خديت هاد القطاعات البنات، هاد القطاعات جداد ها هما. هادي خديتها الله اعلم بشي 7 دراهم البنات، ها هي اللي بانت لكم في هاد الزباقه. غادي نخدم لكم بها واحد الحليوه نتاع اللوز اللي تجي رائعه واحد الشكل، وممكن تخدموا بها حتى لي صابلي البنات، حتى لي صابلي حتى هما. وهاد الفراغ هذا تعمروه بشويه نتاع اللوز مخلط مع الكراميل اولا كركاع اولا اللي بغيتو نتوما، اولا ديروا شي تعليكه في هاد الوسط حتى هو تيجي زوين. وهادي ان شاء الله اللي غادي نخدم لكم بها حتى هي شي خليوه نتاع اللوز، نخدموا بها حتى هي لي صابلي والملح، حتى هو حتى لي صابلي الملحين حتى هما تيجيو زوينين. هادي البنات خديتها ب 15 درهم، هادي راه من دوك مزيانين. خديت هادو حتى هما البنات، ها هما هادو دايرين 3 دراهم الوحده، ممكن تخدموا فيهم هكا بسبوسه اولا تخدموا فيهم بيتزا مالحه، المهم الملح الكلو الكنافه اي حاجه. 3 دراهم كي قلت لكم. غادي نوريكم هادي، هادي حتى هي تخدم بها لي صابلي نتاع الزياده. هانتوما تطبعوا بها وتقطعوا بقطعه دائريه بمرشم دائري تجي هاد الزواقه. هادي خديتها ب 15 درهم البنات. خديت الترمومتر، ما كانش عندي البنات، راه دابا راه داير ثمن مناسب. هذا خديتو ب 70 درهم، 70 درهم البنات من رياض الزيتون كي قلت لكم. وخديت هنايا خديت النوازيت، النوازيت البنات دير 3600 الكيلو، يعني خديت 30 درهم تقريبا. ان شاء الله غادي نخدم لكم بها. وبالنسبه للنوازيت البنات اولا اي فواكه جافه كتحتفظوا بهم باش يبقاو لكم مزيانين، غادي ديروهم في المجمد راه تيبقاو مزيانين كي يلا بحال يلا شريتهم. خديت هنايا سنيده الحامضه، هذه البنات خديتها ب 10 دراهم، راه تتباع هي. المهم هي راه بيتي 15 درهم، بيتي 10 درهم، بيتي 20 درهم، انا خديت 10 دراهم. كانوا صوريني البنات على هذا الورد البلدي البنات،
هذا اللي نزين به الحلوى هو حتى هو راه تيتباع اللي بغيتي 10 دراهم 5 دراهم 15 درهم اللي بغيتي حتى هو تنحط به في المجمد تيبقى مزيان البنات وتيبقى في اللون تاعو. خديت هادو الصراحه ما كنتش بغيت ناخذ هادو، كنت بغيت ناخذ هادوك اللي دايرين بحال الكويسات، بغيت نخدم لكم فيهم واحد واحد لي صابلي تيجيو رائعين بجبل، ولكن ما لقيتهمش وانا ملي خديت غير هادو اللي دايرين بحال القطعه تنشوف واش نخدم فيهم. هادو البنات حتى هما دايرين 3 دراهم. خديت الشوكولات من النوعيه الجيده، هذا اللي داير بحال الصفات. خديت هذا اولي ثبتوا لي ب 80 درهم الكيلو، انا خديت هنايا 250 درهم. غادي نوريكم هادو البنات. خديت هادي البصله، هادي البصله جافه البنات عارفه تجي حتى هي بحال النجاره تجي غزاله هكا في الممنحات. ان شاء الله غادي نحط لكم بها شي حاجه نتاع الملح وغادي تشوفوا غادي نزينوا بها تجي رائعه. خديت منها حتى هي البنات واحد 10 درهم، حتى هي اللي بغيتي تشري بالعبار. غادي نوريكم هادو، هادو البنات الزرارع تيكونوا مخلطين هكا، خديت منهم حتى هما 10 دراهم ها نتوما تيكونوا مخلطين تيدارو حتى هما فوق المملحات ان شاء الله نخدمو بهم. وخديت هادو، بالنسبه لهادو راه معروف الثمن تاعهم هنايا في مراكش ما تينزلوش الصراحه على 5 دراهم، كاين المدن اخرى اللي تيشروهم غير ب 3 دراهم. هادو البنات راه الموديلات جداد ها نتوما ان شاء الله نخدم لكم بهم. كاين هذا المربع هذا وكاينين القطعات نتاعهم حتى هما 5 دراهم، حتى القطعات نتاعهم ان شاء الله نخدم لكم بهم وتجيو زوينين. كاين هذا حتى القطعه حتى هي 5 دراهم، وكاين هذا حتى هو، كاين هذا اللي داير بحال السنسله. كاع هادو البنات انا باقي ما خدمتش لكم بهم، ان شاء الله غادي نخدم لكم بهم. خديت هاد التاج حتى هو، هادو كاملين البنات دايرين 5 دراهم البياسه. هذا حتى هو باقي ما باقي جديد وباقي ما خدمتش لكم به انا، ان شاء الله نحط لكم به هكا ديكور اللي تيجي زوين تاع الصابلي. وخديت لهم القطعات نتاعهم حتى هما البنات، ها هما 5 دراهم الوحده كي قلت لكم، كاين اللي تيدير 3 دراهم ولكن الصراحه هي تدير 5 دراهم كلشي هادي وما تنبدلهاش انايا تنتقدم عندها كلشي. البنات كاينين بعض المدن اللي دايرين 3 دراهم. هادو جاوني عليهم تساؤلات البنات، انا تناخذهم بمحلولين، تناخذهم بربعة دريال الوحده، انا تناخذهم محلولين. من الاحسن تاخذوا الباكيه هكا البنات اللي يبغيو يخدموا لي كوموند يطلعوا لكم رخاص على 4 دريال البياسه. خديت هنايا هذه الجيلاتين، هذه راه تدير 30 ريال البنات وحده. غادي نخدم لكم بها عجين الشوكولات، وخديت الشوكولات. بالنسبه لعجين الشوكولات البنات احسن نوع اللي تخدموا به عجين الشوكولات هو بالنسبه للمكاو البنات، تيجي في عجين الشوكولات رائع تيجي زوين وتيجي بها زوينه ان شاء الله. غادي نخدم لكم به عجين الشوكولات وغتشوفوا. خديت انا نص كيلو ب 10 دراهم كيديروا 20 درهم الكيلو. وبالنسبه لهادو اللي تسولوني عليهم بزاف البنات، انا هادو شي وحدين واخداهم انا وشي وحدين واخدهم لي خويا من واحد الزيت، غادي نخلي لكم الرابط نتاعو في اسفل الفيديو. تيبيعوهم الصراحه رخاص، بالنسبه لهادي تقريبا واحد 30 درهم، هادي 20 درهم، هادي 20 درهم، ما تطلعوش على هذا الثمن. هذه شي 30 درهم، هذه حتى هي شي 25 درهم تقريبا. هذه غادي نخدم لكم بها هكا تاع الريشه تجي رائعه، وراه تتباعوا هنا راه تتباعوا ب 50 درهم من الوحده تقريبا. هذه خديتها من لهنا، هذه خديتها ب 60 درهم فاش يلا خرجت، دابا البنات دايره 40 درهم. انتما هادو كلهم موديلات جداد البنات، تخدموا بهم في عجينه اللوز ولا عجينه الشوكولات باش تذوقوا الصابليات نتاعكم اولا حلويات البريستيج. هادي 60 درهم وراه دابا قالت لي صاحبتي راه خديتها ب 40 درهم البنات. هادو حتى هما تاع صابلي الزياده ان شاء الله غادي نخدم لكم بهم. هادو كلهم خداهم لي خويا من واحد الزيت، كي قلت لكم ما تتراوحش الثمن تاعهم ما بين 25 درهم 30 درهم بحال هكا 20 درهم
كامل العمر غادي تدخل للسيت وغتشوفوا طال ليا الكاميرا البنات. المهم عمروا ليا لي كارت ميموار كاملين. المهم غادي نكمل معكم بالنسبه لهادو راه قلت لكم راه تياخذهم لي خويا من واحد السيت راه ناقص فيه الثمن بزاف البنات تيديروا ما بين 20 درهم 25 درهم حتى 30 درهم ها هما كاملهم زوينين البنات. بالنسبه لهذا كنت خديتو انا من المدينه خديتو ب 60 درهم حتى صافي البنات تقطعت ليا الكاميرا. المهم غادي نعاود معكم كي قلت لكم هادو كاملين راه كاينين في واحد الموقع البنات هكا الا بغيتوه نهضر لكم عليه هكا بالتفصيل ونوريكم اش تيبيع. تيبيع داكشي زوين بزاف البنات وكي قلت لكم الاثمنه تاعته مناسبه ما بين 25 درهم 30 درهم المهم ما تيتعدوش 50 درهم بالنسبه لهاد المولات هادو الصغار. وان شاء الله غادي نخدم لكم بهم هكا ان شاء الله حليوات اللي غادي يجيو رائعين في التزيين تاعهم. وهادو كي قلت لكم راه خديتهم غير من لهنايا الا بغيتو حتى هما كنصور لكم المحل فين تيتباعو وتقول لكم البنت نتاع البنت الاثمنه تاعهم. صافي البنات وصلنا لنهايه الفيديو تنتمنى كاين الاعجاب ديالكم ولا تبغوا فيديوهات بحال هكا على الاثمنه تاع مستلزمات الحلويات ما عليكم غير تخليو ليا في اسفل الفيديو ونحط لكم ان شاء الله الاثمنه بالتفصيل وممكن كاع نصور لكم هكا فشي مغازل اللي تيبيعوا مستلزمات الحلويات وهما يعطوكم الاثمنه بالتفصيل.